بكاء الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف على هذه القصيدة، وهذه القصيدة للسيد الحلي رحمه الله. كان السيد حيدر الحلي رحمه الله شاعرا مبرزا فحلا، وكان ينظم قصيدة سنوية في كل سنة، ويذهب ماشيا حافيا إلى أبي عبد الله الحسين عليه السلام حتى يقرأها بحضرته، ولا يعلم أحد بها قبل قراءتها هناك. وفي إحدى السنين نظم قصيدة يندب بها الحسين عليه السلام، ويستنهض بها قائم آل محمد الحجة المنتظر عليه السلام. فلما صار الموعد الذي حدده لقراءتها ذهب إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام ماشيا لكي ينشده قصيدته التي أعدها لهذه السنة والتي لا يعلم بها أحد. فجاءه رجل إعرابي بزي عربي عليه بهاء ونور، وسلم عليه قائلا: يا سيد حيدر، اقرأ لي قصيدتك الله يا حامي الشريعة. فقال السيد الحلي في نفسه: إني لم أطلع بها أحد، وهذا الرجل من الأعراب، من أين عرف بها؟ ثم وجه الكلام إلى الرجل العربي: إن هذه القصيدة من الشعر القريض، أي الفصحى العربية، وقد يصعب عليك فهمها. فرد عليه: اقرأها لي عسى أن أفهمها. فشرع السيد حيدر الحلي بقراءتها، وبدا على الرجل العربي التفاعل مع أبيات القصيدة شيئا فشيئا، حتى وصل السيد حيدر إلى هذا المقطع: ماذا يبيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعه وإمامه وغريبا. فعندها أخذ الرجل العربي يلطم على رأسه ويبكي وهو يقول: يا سيد حيدر، إن الأمر ليس بيدي. فعرف السيد حيدر الحلي أن هذا هو صاحب العصر والزمان، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء.